عشانك يا فلسطين أشيل الزلط والطين ورابط ولو سنين لأجل قدس الحزين وغزة وحيفة وجنين وصبرة وشتلة ودير ياسين. أما نتنياهو اللعين فشأسحز له سكين أستخرج بها المصارين وليذهب إلى الجحيم هو والمتخاذلين. الله أكبر الله أكبر. Yeah.
عشان نقول إسرائيل إن فلسطين عربية وإن في جيش مسلمين هيتحضر إن هما لازم يخلي بالهم إن إحنا مش هنسيب فلسطين تاني ولا ناويين نسيب الأرض دي تتاخد تاني. إحنا جايين إن شاء الله. جاي عشان أصلي صلاة الفجر وأدعو لفلسطين. لا عنادنا نزل النهار صلي الفجر في مقاطع إبراهيم عنادنا لقول جولدا مائر إحنا اليهود المصريين مش هيتحرروا أو مش هينتصروا إلا لما يصلوا صلاة الفجر زي صلاة الجمعة بنفس الأعداد. ارضنا هترجع لنا غصب عن اي حد اسرائيلي ولا امريكاني ولا اي حد خلقه ربنا بتاعتنا هترجع لنا. جاي عشان اشارك مع اخواني بفضل الله عز وجل في الوقفه دي، جاي عشان خاطر نوصل رساله للعالم كله ان في ان الاسلام المسلمين صحيين جدا 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 راجعين لدينهم بقوه. حتى لو دي مش هتعمل حاجه عمليه فعلا، ولكن ان شاء الله عز وجل بتقول للناس احنا صحينا، احنا بدانا نتجمع تاني ان شاء الله عز وجل، وباذن الله هنصلي في مسجد الاقصى. خلاص رايحين شهداء بالملايين، 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 خلاص رايحين شهداء بالملايين. عشان اخواننا الفلسطينيين في صلاة الفجر وعشان دعانا يوصل لفلسطين ان شاء الله. عشان مجرد ان احنا نحس ان احنا بنشارك بحاجه بسيطه. انا عشان عايز اشارك مع الفلسطينيين عشان كنت عايش في فلسطين قبل كده وانا عندي 9 سنين. انا اسمي سوا عندي 8 سنين وجاي علشان اسرائيل تمشي من فلسطين. طيب وفي ناس كتير بتقول الكلام ده بدري دلوقتي ومش هينفع يعني نعمل حاجه واحنا لسه ضعاف المفروض نستنى وكده، بس على الاقل دي رساله ان احنا لا هتفرق معانا، ممكن يولعوا مسجد يولعوا في كنيسه ممكن يحاولوا يفرقونا، بس في الاخر احنا شعب بفطرته متوحد وشعب بفطرته هيسعى للنجاح ان شاء الله. احنا لو كنا بنساند فلسطين ايراد دلوقتي بنساندها 24 ايراد، يكفي اللي حصل في بلادنا دوت حسسنا فترة يعني ايه ظلم ويعني ايه قهر ويعني ايه عدم الامان وكل اللي مر بينا دوت يخلينا يعني مصر اكتر، وان شاء الله باذن الله تحرير فلسطين هيبدا من مصر باذن الله. انا بدات 25 يناير عشان فلسطين تتحرر. مصر هي الاساس وهي دي قلب العالم مش الامه العربيه بس، ويوم ما مصر تتحرر فلسطين هتتحرر. انا جايه اصلي الفجر وادعي فلسطين عشان ان شاء الله ربنا يحرر المنطقه الاقصى، هي لازم تحضر الكلام ده كله، لازم يعني من السن بتاعها ده تعرف الوطن. وعلى فكره هي حضرت ثوره 25 يناير وبفضل الله حضرت جمعه الغضب وحضرت الايام دي. اسقاط اسرائيل ان شاء الله نحرر الاقصى، ودي البدايه باذن الله، دي البدايه باذن الله ان شاء الله.